هللويا. مساء الخير، مساء الخير. ترنموا معايا ازاي كده يا جماعه؟ مساء الخير. هللويا هللويا. ايوه كده، عايز ناس يعني جايه تسبح ربنا كده. تعالوا نقف مع بعض، تعالوا نقف مع بعض، تعالوا نبتدي بالكلمات دي، وكل واحد يوجه الكلمات دي كده للي قاعد جنبه. احنا تعرفين ان احنا التسبيح بنكلم ربنا على طول عنه. الترنيمه اللي جايه دي مش تسبيح، الترنيمه اللي جايه دي بنشجع فيها بعض عن التسبيح. غنوا معايا يا شعب الرب، تعالوا نرنم ليه. خلوا هتاف تسبيحنا يعمل ايه؟ يدوي. طبعا احنا مشكله ان احنا اليومين دول في حاجات بتدوي اكتر من التسبيح، يعني في حاجات بتفرقع وكده، بس ده كانه صوت ابليس. ده كانه الابليس بيحاول يقوله انا مسيطر، انا جامد. تعالوا احنا كشعب ربنا النهارده واحنا واقفين قدامه، صوت تسبيحنا، صوت ايماننا ان احنا واقفين قدام الاله القدير، هو اللي يدوي، هو اللي يعلى، وهو اللي يعمل الاعلان ده في كل بلدنا، في كل واحد فتح التلفزيون وبيتفرج على اجتماع الصلاه وعايز يقف ويصلي، في كل واحد قاعد تعبان مريض مش قادر ينزل الاجتماع بس قدام التلفزيون وبيقول انا هصلي النهارده. خلوا هتاف تسبيحنا النهارده، مش تسبيحنا، مش الفريق، تسبيحنا احنا الشعب ده، يدوي ويقول ان احنا نتبع اله صالح قدير، هو في ايده زمام الامور، ومهما كان ابليس بيحاول يعلي صوته، احنا الهنا الذي قد خرج لكي يغلب. هو مفيش حل تاني، هو خرج عشان يغلب. امين امين. يلا كل واحد يقول اللي جنبه كده، هنغني للرب النهارده. غنوا معايا شعب الرب، تعالوا نرنم ليه. خلوا تفس احنا يدوي ويعلن مصرنا فيه، واليوم مجيء يكون شعبه اللي مستنيه، ومعاه هناك في سماء نفضل قلبي بيهتف، قلبي بيهتف للي فداني بدمه على الصليب. روحي وعقلي ويا لساني عظم اغلى حبيب، بسجود وحمد وعود همجد اسمه واعليه، وفي زمان الغربه يفضل قلبي يرنم ليه. غنوا معايا شعب الرب، تعالوا نرنم ليه. خلوا تحت سلاحنا يدوي ويعلن نصرنا فيه، واليوم ما جه ويكون شعبه اللي مستنيه، ومعاه هناك في سماء يفضل وسط الحرب. وقت بدي انا برفع قلبي ليه، بعد يثبت فيا ايماني كلمني اخد ديون، ديون سجون وجيوش حروب نكسرها بالتسبيح. لما بيعلى هتاف ايماننا مجدا للمسيح. غنوا معايا شعب الرب، تعالوا نرنم ليه. خلوا هتاف تسبيحنا يدوي ويعلن نصرنا فيه، واليوم ما جه وجود شعبه اللي قبل ما نكمل، قبل ما نكمل عايزين نقول العدد التاني ده مرة كمان، بس تعالوا كده نتفرج على الكلمات بتاعته. وسط الحرب ووقت الضيق أنا برفع قلبي إليه، وعد يثبت فيا إيماني يخليني أهتف لي. دي قيود سجون وجيوش حروب نكسرها بالتسبيح، لما بيعلى هتاف إيماننا مجد المسيح. كم حد فينا هو واقف النهاردة يعبد الله القدير، عنده الإيمان ده إنه رب وأنا بسبحك، وانا بسبحك وبعلن عن شخصك، بعلن عن ملكوتك، بعلن عن صفاتك، النهارده عينيا بتتفتح وبكسب في العالم الروحي، انا بغلب ابليس. انا لما بقول مين الاله اللي انا وراه، هو بيجري، هو بيكون كاسد كده بيحاول يعمل مناظر، لكن لما بعلن مين الهي هو بي. تعالوا نقول كلها بكل قلوبنا، بكل قلوبنا. وسط الحرب ووقت الضيق انا برفع قلبي ليه، وعد يثبت فيا ايماني خليني اهتف ليه. ديوس سجون وجيوش حروب نكسرها بالتسبيح، لما بيعلى وتاه ايماننا مجدا للمسيح. غنوا معايا شعب الرب، تعالوا نرنم ليه. خلوا تاه تسبيحنا يدوي ويعلن نصرنا فيه، واليوم ما جه وجود شعبه اللي مستنيه، ومعاه هناك في سماء نفضل
للرب في وسط كنيسته نعلنه بالتسبيح أصوات الحق علوا اسم المسيح رافعين صليب الرب ده احنا بدمه مدين خلي جنود الشر باسمه دايما منتصرين غنوا معايا شعب الرب تعالوا نرنم كده ارفع ايدك ارفع ايدك. بصوا شعب ربنا كان دايما بيعمل كده في وقت الحروب كان يقف ويفتكر هو مين الرب الهه يعني يقف حد كده يقول له يا رب مش انت اللي صنعت السماء والارض مش انت الاله الصالح مش انت اللي خرجتنا من ارض مصر مش انت اللي شقيت البحر وبعد كده يقولوا وعوده وبعد كده يقولوا رب واحنا بنحط قدامك الطلبه دي واحنا بنحط قدامك الموضوع ده عشان كده قبل ما تيجي النهارده انا عارف الناس كتيره مننا عندهم حاجه عايزين يصلوا لها النهارده لكن سيب الموضوع ده دلوقتي قبل ما تخش المعركه دي انا رايي ان احنا في هذا الزمان مش داخلين على حرب احنا داخلين على انتصار كده هنقف وهنتفرج على خلاص الرب بكل قوه لكن قبل ما تعمل كده اقف وقول هو مين عايزنا واحنا واقفين كده وانت رافع ايدك عايز استاذنكم الدقيقتين اللي جايين دول لو تقدر ترفع ايدك لو ما عندكش سبب يخليك تنزلها خليك رافع ايدك واقعد قول له انت مين انت مين انت مين انت صانع السماء والارض انت القائل ليكن نور فكان نور انت صاحب السلطان يا رب من يقول لك ماذا تفعل من يمنع يدك انت الا صنعت السماوات وسماء السماوات الكل يسجد امامك
وانا بسبحك يا رب النهارده انا جاي اقول انت مين، انت مين. قبل ما احط طلبات او قبل ما افكرك بوعودك لينا، انا جاي اعلن مين هو الاله اللي انا واقف قدامه. لو انت هنا معانا في الكنيسه، لو انت قدام التلفزيون، اعلن الاول، قول له انت مين. انا عارف كويس انك انت الصالح، انا عارف كويس انك انت القدير، انا عارف كويس انك انت الامين الذي عندما تعد انت تفي. نعم يا رب، نعم نعم. اسمع يا رب الصلوات، اسمع التسبيحات، لأنك أنت الإله الصالح وحد. عندما يعد هو يفي، لا يخزى من آمن به، فما قاله لنا يكفي. الرب عاضد كل الساقطين، وهو يقوم كل المنحنين. أعين الكل هي تتركى، أنت تعطيهم طعاما كل حين. الرب عاضد كل الساقطين، وهو يقوم كل المنحنين. أعين الكل هي تتركى، أنت بتسبيح الرب، بتسبيح الرب ينطق فمي، كل نسمة تبارك اسمه القدوس. بتسبيح الرب ينطق فمي، كل نسمة تبارك اسمه القدوس. هللويا هللويا هللويا. التميمة اللي جاية بتقول مفيش غيرك يشبع نفوس عاشت جعانة. عايزك وانت واقف كده وانت بتقول الكلمات دي، تخرج من ذهنك انه في حل في حد تاني غير الاله اللي انت تعبده. تخرج من ذهنك
اي 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 احتمالات. قال لك ابليس ما تسند على دي، ما تخلي عندك خطه تانيه. مفيش غيرك يا رب، مفيش غيرك يشبع نفوس عاشت جعانه ويفكر بين الصخره ميه اللؤلؤه. مفيش غيرك يا رب، مفيش غيرك يشبع نفوس عاشت جعانه ويفكر بين الصخره ميه اللؤلؤه عطشانه. Oh,
عندما نراك في بهائك يا رب، عندما نرى عظمتك وملكوتك وجلالك يا رب، لا نستطيع إلا أن نسجد أمامك ونطرح يا رب التيجان ونطرح الغالي. أنت أغلى واحد يا رب هنا، أنت يا رب المستحق السجود، أنت المستحق أن تكثو لاسمك. كل ركبة من في السماء ومن على الأرض يعترف باسمك يا رب، كل لسان متوج إلى الأبد يسوع ملكي ملكي متوج إلى الأبد يسوع ملكي ملكي. البركة والإكرام لإلهنا، البركة I'm not afraid.
مجدا لرب الأرباب مجدا لرب الأرباب يسوع المسيح مجدا
احنا بنرحب بيك، بنرحب بيك تيجي وتبني ملكوتك يا رب وسطنا. امين. مساء الخير. خلينا كل اتنين كده ناخد لحظات نصلي ونسلم الوقت ده واحنا واقفين قدام ربنا من اجل بلادنا ومن اجل شعبنا ومن اجل الاحداث اللي جايه. كل اتنين التفت ناحيه اللي جنبك وصلي وقول يا رب املا قلبي صلوات وطلبات وتضرعات وابتهالات، املا قلبي ايمان ويقين. سلمك الوقت ده قدامك يا رب عشان تكتب صلواتنا في سفر تذكرة أمامك يا رب، وتصعد صلواتنا أمامك بخور رائحة طيبة. أشكرك يا رب، أشكرك وأعظمك يا رب، ما أمجد اسمك في كل الأرض. طلبناك فوجدناك، منتظروك لا يخزون. كرامة ومجد ليك. امين. في رسالة يعقوب بيكتب وبيقول هذه الكلمات: احسبوا كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، علمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبر، واما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. وإنما إن كان أحد تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له، ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجة من البحر تخبطه الريح وتدفعه، فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب.
احسبوا كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة. ده اللي احنا كنا فيه الأسبوع اللي فات والقبل، واحنا نصلي ونبكي مع إخواتنا اللي فقدوا أحبائهم واللي قدموا نفوسهم شهداء من أجل إيمانهم بالمسيح. حسبوا كل فرح، كنا بنصلي الأسبوع اللي فات قد إيه إن ده وقت ثمين جداً، ومفيش قطرة من الدماء دي تذهب هباء لو كنيسة استيقظت وأدركت إن اللي بيحصل ده ممكن يكون إعلان محبة ومجد الله بصورة لا يتخيلها عقل من قبل. كل أسف بعد الاجتماع بعض الناس نزلت اللي أنا قلته غير خالص اللي أنا قلته، وابتدوا يشيروه لبعض. طب قولوا لهم ما حصلش، يعني ريحوا الناس شوية. المهم فمش عايز أعلق على السوشيال ميديا وما يحدث فيها، لكننا نحسبه فرح ونرى بعيون الإيمان عمل إلهي عظيم ومجيد جاي، وإن مفيش شهادة حقيقية فيها لم يحبوا حياتهم حتى الموت إلا فيها نصرة ومجد عظيم جاي. غلبوا بدم الخروف بكلمة شهادتهم لم يحبوا حياتهم حتى الموت. المشهد ده إعلان نصرة وإعلان غلبة وإعلان تعزية وتشجيع لينا إن في حاجات غالية في الحياة أغلى من الأكل ومن الشرب. وبعدين بيقول إن العالمين أن امتحان إيمانكم، دي امتحانات بنخش فيها، مش هو ربنا اللي عملها لكن هي بتتحول لامتحان. وأهالي الناس دول نجحوا في الامتحان، بس في ناس كتير سقطت في الامتحان. غريب قوي ان الناس اللي مرت في التجربه خدت نعمه عظيمه جدا، وناس كتير بتتفرج من بعيد، ازاي ربنا يسمح بكده وازاي. التاريخ بيقول ان في ملايين من الشهداء ماتوا من اجل المسيح، لكن دايما دماء الشهداء تصير بذار للكنيسه. لكي يكون امتحان إيمانكم ينشئ صبر، أما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. واللي تعوزه حكمة فليطلب، اللي محتاج حاجة لمجد الله يطلبها. الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير. مجيش يقول وانا مش اديتك قبل كده، مش هتختشي بقى، مش كفاية. لا 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 لا، هو بيقولك اطلب 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 اطلب، بس اللي يطلب يطلب وهو غير مرتاب البتة. يعني يطلب ويقول يعني يمكن، يبقى كأنك ما طلبتش، يبقى كأنك ما صليتش، وضعت وقتك. بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه، فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب. واحنا بنطلب الحاجات اللي لينا في ربنا، واحنا بنطلب الحاجات اللي من حقنا في ربنا. اعرف منين؟ انها لمجده. لو لمجده يبقى لينا ومن حقنا، لو لمجدي يبقى مش من حقنا، لو لمجده يبقى من حقنا، يبقى من حقنا، لان مجده خير الجميع بما فيهم انا. مجدي هو خير للا احد واولهم انا. فاحنا بنطلب في مشيئته، واحنا بنطلب لمجده، واحنا بنطلب ليتقدس اسمه، لياتي ملكوته، لتكن مشيئته، غير مرتاب البتة. متاكد ان صلواتنا سمعت، وكتب سفر تذكرة وهو مسرع بالاستجابه ليطلب غير مرتاب البتة. ارجوك النهارده وانت بتصلي، صلي بايمان، صدق ان صلاتك بتغير التاريخ، صدق ان صلاتك بتغير الازمنه، صدق ان صلاتك بتغير حياه الناس، والا ملهاش لازمه. تخبطه الريح وتدفعه، لا يظن ذلك الانسان انه ينال شيء من عند الرب. مش هيسمع، مصدق فيه، مصدق فيه. قال له اتؤمن؟
كل شيء مستطاع للمؤمن. أتؤمن؟ مش كده الوقت اللي بنقضيه مع بعض يوم الاثنين ده، احنا مصدقين ان الصلوات ديت صنعت امور عظيمة عبر السنين اللي فاتت، لكننا عندنا امور اعظم نصنعها معا بنعمة الله، نكتبها معا امام الله في سفر التذكرة لكي يحققها الله لنا اكثر جدا مما نطلب او نفتكر. شجع قلبك كده بايمان وقول روحك صلاتي مش في الهوى، صوت صراخي مسموع، تأوه الودعاء يا رب عمل ايه؟ قد سمعت. يلذ له نشيدي، يلذ له صلواتي، دموعي تحرك قلب الله. قال كده حولي عينيك عني لأنهما قد غلبتاني. تحط عينيك في عينيه، لما كنيسة تحط عينيها في عينين المسيح تقول له بنحبك وعايزين مجدك، نحبك وعايزين نستعرفك، نحبك وعايزين الدموع اللي في عينيك على الناس اللي ضايعة تتمسح، وانت بتشوف الناس جاية لمعرفتك وتفرح السماء مش بخاطي، بملايين الخطاة، ويكون عرس في السماء وأمام ملائكة الله بالألوف اللي راجع إلى الحظيرة، وإحنا كمان هنفرح معهم. وقف معايا وقول كده بالإيمان صلتنا هتغير التاريخ، بالإيمان صلتنا بتكتب التاريخ، بالإيمان صلتنا بتصنع أمور حقيقية في الواقع المادي والواقع الملموس. لسنا نضارب الهواء، لكننا بالإيمان ننال مواعيد، نسد أفواه أسود، لكننا بالإيمان نحقق المشيئة الإلهية الصالحة لنا ولبلادنا، لشعبنا ولشعوب المنطقة التي نعيش فيها. اللي بنشوف عنينا مش كل الحقيقة، في عالم روحي في السماء وفي لله نشيلة. اللي بنشوف عنينا مش كل الحقيقة، في عالم تاني حقيقة، في عالم روحي في السماء وفي لله نشيلة. بالإيمان صلتنا هتغير التاريخ، تعال يا رب بنطلبك ونصرخ كل دقيقة، شوق السماء وانزل إلينا في أرضنا Oh, man.
عندنا حاجتين عايزين نصلي عشانهم. عندنا احداث مهمه قوي في مارس ده، هتبتدي يوم الخميس. في حدث يوم الخميس مهم قوي 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 نصلي له. وبعدين في النهضه دي جمعه سبت حد نصلي لها. وبعدين عندنا في اخر الشهر مؤتمر صلاه مهم قوي 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 عايزين نصلي عشانه. عندنا شهر مارس ده محمل، غير عيد الام يعني، غير عيد الام، فطبعا مهم قوي عيد الام. لكن غير عيد الام عندنا ثلاث اعياد عايزين نصلي عشانهم بدايه من اول الشهر كده. النهارده اثنين مارس. الشهر ده مقدس للرب، عشان لما نخش على العيد في ابريل نعيد 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 عيد ما حصلش. وبعدين لان ده الاثنين الاول من كل شهر هيكون عندنا وقت نصلي لحضراتكم اللي بيجوا الاثنين الاول، هيكون عندنا وقت عشان نصلي لكل الناس اللي موجوده. بس عايزين نصلي للشهر وللاحداث قبل ما نصلي لبعض ولاحتياجاتنا الشخصيه. ايه يوم الخميس؟ يوم الخميس في الكاتدرائية سانت فاطمة في مصر الجديدة، كاتدرائية الكاثوليك الكلدان، في دعوة من المطران بيدعو الطوائف المختلفة، طبعا الكاثوليك والإنجليين والأرثوذكس، أن نحتشد معا أمام الله. وبقالنا مدة ما صليناش مع بعض صلاة حرة كده مش رسمية، بقالنا مدة. ونار وشمعة الوحدة بين الكنيسة ابتدت عند بعض الناس كتيرة تنطفي، وعندنا فرصة نولعها يوم الخميس اللي جاي، ونقف أمام الله صف واحد في حب مصر والعراق والأحداث اللي بتحصل معانا، والانفجار الأخير اللي حصل في وسط البلد النهاردة و11 واحد أصيبوا، واللي بيحصل في العراق بتهيألي يحرك قلوبنا اننا نتخطى اختلافاتنا ونقف قدام ربنا من اجل مصر ومن اجل العراق. المطران نفسه الانبا فيليب هيكون موجود هو اللي هيرحب بالناس، وداعين يكون واحد من اللي هيقود الصلاه، وابونا مكاري يونان هيكون واحد من المتكلمين وقود الصلاه، وفريق الخبر السار فريق الكنيسه الكاثوليكيه هيقود العباده. فالكنيسة بطوائفها الثلاثة ممثلة تمثيلا هائلا. كنيسة مش هتسعنا، يا رب ما تسعناش وتتسد الميدان كله، يا رب الميدان كله يتسد. هقول يوم الخميس النهاردة الاثنين يعني بعد ثلاث ايام الساعة 7 مساء لغاية 9:30، ومش هقول لكم ازاي عن اني محطه عشان ما تقعدوش في البيت. نازلين كلنا نروح قدام ربنا ونعلن مره تانية بقلب واحد كنيسه واحده جامعه رسوليه جايه تطلب ربنا من اجل بلادها ومن اجل ما يحدث في العراق. امين. طيب مش هقول لكم، عايزين نصلي لاجل اليوم ده يا رب، عايزين نصلي روح صلاة وسكيب ووحدة وفرح ودموع مع بعض كده، فرح وجودنا مع بعض ودموع من أجل بلادنا ومن أجل العراق. وربنا يدينا ليلة تعوضنا وقت طويل فات مش عارفين نصلي مع بعض قدام الناس كلها، قدام الخلق كله، قدام العالم كله، عارفين نحط ايدينا في ايدين بعض ونقول عروس واحدة بتحط عينيها في عينيه وبتغلبه وبتدعوه رسمياً، تعالى يا رب شق السماء وانزل إلينا. أمين أمين. كل اثنين مننا يتدور ناحية بعض، خلينا نسكب قلوبنا من أجل اليوم ده. عايزين يوم سماوي يوم الخميس اللي جاي يا رب في سانت فاطمة، عايزين يوم سماوي، يوم يعوضنا وقت فات طويل، يوم يقنع ناس كتيرة ضد الوحدة لأن الوحدة أجمل وأحلى بكتير، يوم يسكت كل صوت مقاوم لوحدة الكنيسة، صوت حب، نغمة جميلة، لحن جميل يدوب القلوب، يدوب القلوب، يقرب الناس، يجمعنا حوالين عرش أبونا السماوي.
نازل إلينا في هذا اليوم يا رب، محفل سماوي، ملائكة تملأ يا رب هذا المكان. ترنيم ما ترنمش قبل كده، صلوات ما تصلتش قبل كده، صراخ ما ترفعش قبل كده يا سيدنا الرب. عايزين سحابة المجد وعمود النار يحل في المكان. عايزين سحابة المجد يا رب، عايزين سحابة المجد تملأ المشهد. عايزين العروس وهي تلتف من حولك تحضنها وتقبلها بقبلات فمك. كأنه عيد ربيع، عيد ربيع، في وسط الألم، في وسط الذبح، في وسط الدم، في وسط الاغتيالات، في وسط القنابل، في وسط يا رب الإرهاب، صوت الكنيسة يعلو بالحب والتسبيح، صوت الكنيسة يعلو بالوحدة والمصالحة، مش بالخصام والانقسام. عايزينك وطالبينك وبندعوك وبنقدم لك دعوة رسمية أن تحضر في وسط هذا المحفل يا سيدنا الرب، أن تخطف الأبصار كلها. عايزينك يا يسوع، طالبينك يا يسوع. اقف معايا، خلينا نصلي كلمات هذه الترنيمة، خلينا نصرخ بيها قدام ربنا. عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين، وبجلداتك وجروحك تيجي تشفي المحتاجين. عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين، وبجلداتك وجروحك تيجي تشفي المحتاجين. تيجي وتدي جمال عوضا للرمال، وتعوض عن السنين، سنين أكلها الجراد. تملو يسوع، تيجي وتعلي إيماننا،
كل اللي رنمنا ده بنقوله بحقه حقيقي، عايزينك وطالبينك كلنا بصوت واحد، علي صوتك، عايزينك عايزينك وطالبينك ومنتظرينك، انت عريسنا، تعال في وسطنا، تعال في وسط كنيستك، اجمعها، لم شملها، وحدها تاني، وحدها تاني، رعية واحدة لراع واحد، ضد كل روح تعصب، ضد كل أصوات تنادي بالانقسام، نادي في وسط الكنيسة، نادي يا ابن الله، علي صوتك، نادي كنيستك من حولك، اجمع شعبك من حولك يا سيدنا الرب، اهدم الأسوار اللي بنيناها بيننا وبين بعض، اهدم الرفض اللي رفضنا بيه بعض تحت أسماء الطائفية، تحت أسماء العقيدة، نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل، نؤمن برب واحد يسوع المسيح، نؤمن بالروح القدس، نؤمن بمعمودية واحدة يا سيدنا الرب، عايزينك عايزينك عايزينك، وحد كنيستك يا رب ضد كل صوت ضد الوحدة، علي صوتك، صوتك يبقى أعلى صوت، صوتك يبقى أعلى صوت يسوع، عايزينك يا يسوع، طالبينك يا يسوع، شجعاني قوي الايام ديت. رحنا زرنا الفيوم من حوالي اكتر من شهر، اقترحنا عليهم ان الكنيسه اللي تحب تيجي مع بعض وتصلي كل اسبوع من اجل الفيوم ليه لا، واتفقنا ان يوم الاثنين يبقى في اجتماع صلاه لكل مدينه الفيوم، كل الكنائس الانجيليه بكل طائفها وكل الجمعيات بكل طائفها وكل المؤسسات الكاثوليكية، الكنيسة والمدرسة والدير، كلهم جم، كلهم قاعدين في الصفوف الأولانية، الإنجليين كلهم بكل طائفهم والكاثوليك كلهم بكل طائفهم، وإن شاء الله بإذن الله كمان إخواتنا الأرثوذكس هيكونوا كلهم. ده الاثنين الرابع. في كل مرة اجتمعوا للصلاة الكنيسة مليانة على آخرها والناس واقفة في الشارع بره، وكل اثنين الأعداد تزيد، وعايزين من هنا نحييهم ونشجعهم، ربنا يبارككم ومعاكم. بكرة بكرة يوم الثلاث اسكندرية، اسكندرية تصلي بكرة، هتبتدي اسكندرية اجتماع صلاة كل يوم ثلاث لمدة 4 شهور، كل طائف تجتمع معا لتصلي من أجل الاسكندرية. بعد بكرة دير البرشة، دير البرشة كل الطائف الإنجليزية والكاثوليكية، وسمعت ان اكتر من كده كمان، مش هصرح احسن اللي بيتقال هنا بيطلع يتقال حاجة تانية، المهم يعني ربنا يستر. ففي الأسبوع ده هنبقى إحنا هنا والفيوم واسكندرية ودير البرشة،
اجتماعات أسبوعية كل المدينة بتتلم عشان تصلي بصوت واحد. أكيد الشهر ده في حاجة، صح؟ في حاجة، في حاجة إلهية. الكنيسة لما تصلي، لما يصلي شعبك يتزعزع المكان وتتفك قيود وتتفتح سجون والدنيا تتغير. أمين؟ فعندنا أخبار سارة جدا جدا في كل حتة بنروح ونقول للناس ما تيجي نصلي مع بعض. في اسكندرية قلنا لهم تحبوا نبتدي الشهر الجاي؟ قالوا له الأسبوع اللي جاي. قالوا مش الشهر اللي جاي، الأسبوع الجاي. نبتدي بكرة ولا مش هنبتدي؟ ربنا عمال يبعت لنا تشجيع. يلي صليتوا ان روح الصلاة تأتي، روح الصلاة جاية جاية، وجموع كثيرة في مدن كثيرة. وعندنا أمل في ظرف 5 سنين كده يبقى كل مدينة في مصر فيها اجتماع صلاة، مش في الكنيسة، اجتماع صلاة في المدينة. المدينة تجتمع لتصلي معا أمام الله، طالبة مدينتها من ربنا. أعطنا أمتنا، أعطنا شعبنا يا رب، أعطنا شعبنا. أمين. الحاجة التانية عايزين نصلي عشانها هي دي، جمعة سبت حد. احنا بنقول السنة دي عامل حصاد، أيام الحصاد، واحنا هنبقى أول ناس، وبعدها هتبقى في فيوم، وبعدها هتبقى دير البرشة، وبعدها هتبقى اسكندرية، وبعدها مش عارف فين. فإحنا عندنا كمية من أيام الانتعاشية اللي منتظرين فيها نشوف حصاد لم نراه من قبل، لم نراه من قبل. عايزين كلنا بصوت واحد، عندناش وقت تاني نصلي للنهضة دي غير النهاردة. 3 أيام، لكن يوم الجمعة عندنا 3 حفلات، 10:30، 1:30، و6. عندنا 3 حفلات في يوم واحد، مجانين. بس ما هنعمل ايه؟ حصاد كتير، حصاد كتير. الجدع والعرج والعمي كتار، المدمنين كتار، اليأسانين واللي تعبانين والمحطمين كتار. وكل اللي مطلوب مننا ان نقول له تعالى وانظر، ذوقه وانت على جر، تعالى جر. لقيت ربنا حلو عيش معاه، لقيته مش حلو ما تعيش معاه. مفيش اجبار خالص، لا اكراه في الدين. صحيح ربنا اعطانا هذه الحريه، بس ذوق، عجبك كل، ما عجبكش بلاش. لان ربنا الحقيقي مش اللي انت تعرفه، ربنا الحقيقي حلو حلاوه ملهاش مثيل، مش كده؟ حلو حلاوه ملهاش مثيل. وقفوا معايا، وقفوا معايا. عايزك تمد ايديك، عايزك تلمس الشاشه دي. لو معاك الكارت ده حط ايدك عليه، لو معاك الكارت ده حط ايدك عليه. قول يا رب عايزينك تيجي تشبع المحتاجين وتلمس الجياع والعطاش، عايزينك تفتح العيون والابصار. عايزين نصلي كلنا لاجل ال3 أيام، صلي بصوت عالي، اصرخ قدام ربنا. عايزين حصاد عظيم، عايزين نفوس من كل نوع ومن كل صنف، عايزين كل اللي تايه يدخل الى ملكوت السماوات، عايزين كل الجياع والعطاش الى البر يشبعون في هذه الايام الثلاثه، عايزين كل اللي بيتسألوا عن الحياة الأبدية يجدوا إجابات، عايزين كل اللي بيقولوا هو مين ربنا، هو موجود ولا لأ، ويطلع مين، يلاقوه ويقابلوه ويختبروه إنه حلقه حلاوة وكله مشتهيات. صلي بصوت عالي، صلي بصوت عالي، نادي على ربنا. هات يا رب من اليمين ومن اليسار، لم الناس من الشوارع والزمهم بالدخول إلى بيتك. قابل عبيدك وولادك وبناتك مقابلة شخصية هنا. كل اللي يدخل هذا المكان يراك برؤى العين، يذوقك ويتذوقك ويلمسك ويقول ما أحلاك، ما أشهاك، ما أبهجك، ما أعظمك. ما كنتش عارف انك حلو كده، ما كنتش عارف انك رائع كده. لم أذق حب من قبلك هذا الحب، لم أذق صلاح ولا جود من قبلك هذا الصلاح وكهذا الجود. يا رب الناس ما تعرفكش، الناس ما تعرفكش، عرفهم انت مين، قل لهم انت مين. اعلن نفسك يا سيدنا الرب، اعلن نفسك يا سيدنا الرب، اعلن نفسك يا سيدنا الرب. نورك تشوف العيون وصوتك يملى الودان، صوتك يملى الودان وشعبك ينال الوعود ويملى قلبه الإيمان، شعبك ينال الوعود ويملى قلبه الإيمان، تعود وتدي جمال
الحصاد كتير، أمال فين المشكلة؟ الفعل قليل، الجياع والعطش إلى البر كتار، أمال فين المشكلة؟ في المؤمنين في الكنيسة. نعمل إيه يا رب؟ قال اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل لحصاد. عايزين نطلب النهاردة، ابعت ناس يا رب، ابعت ناس تجيب الجدع والعرج والعمي إلى بيته. ابعت ناس تنادي الناس وتقول لهم ربنا مش اللي انتوا عرفتوه، ربنا جميل قوي، ربنا بيحب الخطاة. ده الخبر الصار اللي عندنا. انت خاطي؟ ايوه انا خاطي. ربنا بيحبك يا خاطي جد، بيموت فيك. ده الخبر الصار اللي عندنا، اللي الخطاة محتاجين يسمعوه. انا بيحبهم ومستني رجوعهم على احر من القمر. خبر من ناس كتير قوي مستنيه، ناس كتير خايفه تيجي ربنا، لان ربنا اديها لمين؟ مع انهم لو جمل ربنا، ربنا هديهم عارفين ايه؟ بوستين، بوسه من الناحيه دي وبوسه عن الناحيه دي. وقع على عنقه وقبله. قل للناس كده، مش هيديك ألمين، هيديك بوستين، والبوسه بتاعته حاجه تانيه خالص خالص. خلينا كل اربعه نتدور ناحيه بعض، نقول رب ارسل فعل في هذه الأيام للحصاد. كل أربعة خلينا نتحد مع بعض، قل اطلبوا من رب الحصاد يا رب فعل في هذه الأيام. ناس تنزل للأزقة وللحواري وللبيوت، ناس تنزل تدور على الضايع والمفقود وتلزمه بالدخول إلى بيتك وتقول له ذوق وانظر، تعال وانظر. بيحبك وبيدور عليك، بيحبك وبيدور عليك ومستنيك. تعال شوف بنفسك، تعال دوق قبلات محبة أبوك السماوي، دوق حضن سماوي ملوش مثيل. عايزين فعل يا رب للحصاد. عايزين كرامين مخلصين بيحبوك وبيحبوا الناس. عايزين ناس مش خايفين على نفسها وخايفين على الناس وعلى مصيرها الأبدي. عايزين ناس مش مرتخين، مش أيادي مرتخية ومش ركب مرتعشة. عايزين فعلة. ابعت فعلة للحصاد العظيم الذي في أرضنا. ابعت من يجمع الثمار يا رب. ابعتني انا وابعت اخواتي كلهم،
ابعت كل من ذاق نعمتك الغنية، ابعت كل من نظر وذاق وتذوق الحياة الأبدية. ارسل فعل الحصاد، ارسل فعل الحصاد، ارسل فعل الحصاد، ارسل فعل الحصاد يا سيدنا الرب. أشواق للبركة في أيامنا، نكرز بكلامك بجسارة والمجد يعود كله لشخصك. أؤمر بالبركة في أيامنا، أيوة في الأيام دي تؤمر بالبركة، تؤمر بثمر كثير يدوم إلى الأبد. ابعت فعلا يا رب، ابعت فعلة للكرم، ابعت فعلة حقيقيين مرسلين من قبلك، ممسوحين بالروح القدس، ملأنين غيرة مقدسة ومحبة إلهية حقيقية. فعلة 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 يا رب، فعلة يا رب، فعلة فعلة يا رب. أشواق للبركة جوانا تشبعنا، رضاوي تفيد فينا، تغمرنا البركة وتملانا، أنهارها تفيد من حوالينا، وبروحك تسمر في حياتنا وتبين with
بركة يا أولاد. احنا لسه راجعين من لقاء كده 140 ساعة، شفنا معجزات عجيبة بتحصل قدام عينينا، عجيبة. دي أيام البركة، دي أيام البركة. بس خلينا نتمسك بالبركة ونقول أؤمر بالبركة، أؤمر في الأيام دي، مش في اللي جاية، مش في الأيام اللي جاية، مش في الأيام اللي جاية، هو اليومين دول. عايزين العيد اللي جاي ده عيد قيامة، عيد قيامة، 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 عيد قيامة. مش عارف ازاي في ناس بترنم الترنيمة دي وهي قاعدة، مش عارف، مع انهم شباب يعني، شايف شباب قاعدين، مش مصدق نفسي. ايه رأيكم شباب، ينفع الترنيمة دي واحنا قاعدين؟ في ناس كبار في السن، اقعدوا، ربنا يخليكم لينا، بس الشباب مش معقول. قول معايا العدد ده تاني، نكرز بكلامك بايه؟ بجسارة، بجسارة. ادينا نعمل اعمالك ونعمل اعظم منها، والمجد يعود كله باسمك. قول معايا العدد ده تاني قبل ما نقول اؤمر بالبركة. وعايزين نتفق النهاردة، اؤمر بالبركة الايام دي، الايام دي، الايام دي، الايام دي. تقول مبارك شعبي مصر، تؤمر كده ببركة والدنيا هتتغير، الدنيا هتتغير. اؤمر بالبركة، اؤمر بالبركة. قول معايا، نكرز بكلامك بجسارة، نكرز بكلامك بجسارة، نزرع، نزرع، نزرع المجد يكون لاسمك، وبقوة روحك بحرارة، احصد، احصد ونفوس تعرف شخصك، قوينا فنعمل أعمالك، ودينا كمان أعظم منها، وحياتنا يوافق أفكارك، وإيماننا يزيد ونتممها. أمر بالبركة في أيامنا، ارجع بمرحمك وحينا، إشراقة وجهك نستنى، وانتبه وتعالف أراضينا. أمر بالبركة في أيامنا، ارجع بمرحمك وحينا، إشراقة وجهك نستنى، وانتبه وتعالف أراضينا. خدت اكتر من وقتي ومفيش وقت نصلي لمؤتمر الصلاة، هنصلي الاثنينات اللي جاية مؤتمر الصلاة بعنوان معينين عظمته، لما بيتكلم عن لما كانوا معه على الجبل المقدس. احنا عايزين ايام المؤتمر الثلاثة دول نبقى على الجبل المقدس ونعاين عظمته، نعاين عظمته، وننزل كل واحد وهو حاسس رأينا، رأينا وشهدنا ولمسنا. مرة تانية قبل ما ادي المايك لنورة، عايز على الهواء ادعو كل اسكندرية بكرة، اسكندرية تصلي في العطارين الساعة 6:30، هيكون معنا، هيكون معايا قائد للتسبيح، وهنروح ونصلي مع اخواتنا في اسكندرية ونشجعهم، يكون ده بداية اجتماع صلاة لاسكندرية يدوم، يدوم الى ان نرى ايام البركة الحقيقية في المدينة ديت اللي في يوم من الأيام كانت منارة للعالم. إيه؟ كنيسة العطارين الإنجلية، أنا قلت العطارين صح؟ الإنجلية 6:30. أمين. نشكره عشان دي أيام للبركة، دي أيام للبركة، دي أيام استجابة صلوات مخزونة لسنين طويلة، صلوات اتخزنت لسنين طويلة، ناس كتير صلت في مصر وناس كتير صلت عبر العالم، وده زمن إن إحنا نرى فيه استجابات الصلاة، زمن نرى فيه استجابات الصلاة. الوقت ده وقت خاص جدا، وعشان كده عايزة أشجع قلوبكم بطريقة خاصة، إنه في ناس ما
موجودين هنا وعبر شاشات التلفزيون صلوا الحاجات بقالهم سنين طويلة وما كانوش لسه شايفين الاستجابة وتعبوا على دوائر مختلفة على دوائر مختلفة. بس الرب عايز يشجع قلوب ناس منتظرة بقالها سنين طويلة، صلت لبيوتها، صلت من أجل أمراض، صلت من أجل أولادها، إنه أتى زمن الاستجابة، إنه الأيام دي أيام استجابة صلوات مخزونة. بيوت كتير قوي خربانة بقت كانت ظاهرة في السنين اللي فاتت، مش معقولة كم البيوت الخربانة، كم الخيانات الزوجية، كم البيوت اللي فيها أولاد مدمنين، كم البيوت اللي فيها أولاد ضايعين، أولاد ضايعين بعاد جدا عن الرب، وناس كتير تعبت، ستات كتير انهكت، بيوت كتير تعبت من كتر اللي فيها. وعمالين نسمع في الأيام دي معجزات في العلاقات الزوجية، معجزات في بيوت عمالة تحصل، ناس على حافة الطلاق بيرجع تاني الرب يخلي قلوبهم تتصالح مع بعض، بيطلق غفران في القلوب. ربنا عمال يعمل عمل عظيم وحنشوف أعظم وأعظم وأعظم. حاجتين شجعوني الأسبوعين اللي فاتوا دولت. امبارح جالي شاب، كنت في اجتماع فجالي بعد الاجتماع وقال لي بصي أنا ما كنتش راضي أحكي لك، لأنه كان عايز يكون فات وقت كفاية علشان يحكي الحاجة اللي عايز يحكيها. قال لي هو شاب كده في العشرينات من عمره أو آخر العشرينات من عمره، متجوز وعنده بيبي صغيرة. قال لي أنا كنت مدمن ترامادول، وللأسف انتشار الترامادول وانتشار الإدمان الترامادول بقى حاجة مزعجة جدا، حاجة مخيفة اللي حاصل ما بين الشباب وما بين الكبار. قال لي لدرجة أنا كنت بوصل لسبع أقراص في اليوم ومرات تسع أقراص في اليوم. قال لي أنا الصبح لما أصحى جسمي كله يكون بيترعش، ما أقدرش حتى أغسل وشي ولا أغسل سناني من غير ما ابتدي أخد ترامادول. قال لي وطبعا ومعها حشيش ومعها سجاير، وقال لي محدش كان يعرف وانا موجود في الكنيسة. قال لي انا كنت موجود في الكنيسة على طول، مش انا بعيد عن الكنيسة وحتى مراتي ما تعرفش. بيقول لي من سنتين كان في نهضة هنا عندنا في البلد، والخادم وهو بيصلي قال لو في حياتك في قيد صلي النهاردة عشان ربنا يفك القيد ده من حياتك، صلي علشان يسوع يكسر القيد من حياتك. وبيقول لي لقيت نفسي بدموع بقع في عرضه وبقول له انت اللي تكسر القيد من حياتي، انت اللي تحررني من الترامادول يا رب. بدموع بدموع عماله اعيط والدموع مش راضيه تسكت. وجت مراته سالته انت مالك؟ قال لها من فضلك سيبيني. قالت له انت مالك بتعيط كل ده؟ بيقول لي صحيت تاني يوم الصبح مليان قوه مليان نشاط، بغسل وشي، بنزل بسوق العربيه، بسافر وبعمل شغل. وفات النهار قلت ايه ده انا ما خدتش ترامادول النهارده، طب لما اشوف بكره. بيقول لي بكره لقيت صاحي بقوه اكتر وبنشاط اكتر. قال لي بقالي سنتين ما رجعتش ولا قرص ترامادول. حريه معجزيه، حريه معجزيه، بس هو ده وعده، ان حرركم الابن بالحقيقه تكونون احرار. بيوت كتير ربنا عايز يزورها، بيوت كتير تعبانة وأولادهم تعبانين وأولادهم ضايعين، والرب عايز يزور البيوت دي. علاقات مكسورة والرب عايز يزورها، عشان كده هنصلي النهاردة للبيوت دي. وعايز أقول لكم اختبار تاني شجعني قوي الأسبوع اللي فات، لأنه هنصلي للحاجتين دولت في الوقت دوت. جات لي كنت داخلة الكنيسة فلقيت واحدة جاية تجري، جات قالت لي أنا مبسوطة أن أنا قابلك عشان مش عارفة أشوفك من الزحمة، عشان أنا عايزة أحكي لك على حاجة مهمة قوي. قالت لي فاكرة خالتي اللي كان الكانسر انتشر في كل العظم بتاعها وجبتها هنا في الكنيسة وصليته معاها؟ قلت لها اه فاكراها. قالت لي خالتي بعد الصلاة اللي حصلت معاها هنا في الكنيسة راحت وعملت أشعة وراحت للدكتور، فالدكتور لما شاف الأشعة ضحك وقال لها الأشعة دي مش بتاعتك. قالت له لا صدقني الأشعة دي بتاعتي، لا الأشعة دي مش بتاعتك. بعد 3 أسابيع تعملي لي أشعة تانية وتجيبيها لي. بعد 3 أسابيع عملت له اشعه تانية وراحت له، بص فيها قال لها يا ستي الاشعه دي مش بتاعتك. قالت له هاي اسمي موجود عليها، انا عملتها زي ما انت قلت لي. قال لها الاشعه دي بتاعت واحده ما عندهاش كانسر خالص، كان عمر ما الكانسر جالها. الاشعه دي بتاعت واحده مشفيه تماما من الكانسر، ما فيش اثر للكانسر في جسدها. قول في قلبك وقول للي جنبك اتت
أيام البركة، أتى زمان البركة في وسطنا، أتت أيام استجابة الصلوات. ناس بقالها سنين بتصلي، ناس بقالها سنين بتصلي لأولادها ولبيوتها، ناس بقالها سنين بتصلي لناس مريضة في بيوتها وعندها، وربنا عايز يشجع القلوب، عايز يشجعنا إنه دي أيام للبركة، دي أيام للاستجابة. عشان كده عايز أشجعكم في الوقت دوت، كل بيت، كل زوجة، كل زوج عايز يصلي، عايزة تصلي لبيتك بطريقة خاصة، عايزة تصلي لعلاقتك مع جوزك، عايزة تصلي من أجل ولادك إنهم يرجعوا للرب، من أجل ولادك إنهم يختبروا حرية، عايز تصلي من أجل بيتك ومن أجل ولادك. خلونا في اللحظات دي وإحنا في محضر ربنا وإحنا بنصلي وبنسبح الرب، تعال قدام، تعال قدام. وممكن كل الخدام اللي موجودين هنا في الاجتماع، الخدام اللي إحنا على اتصال بيهم متفقين معهم، يجوا قدام هنا عند المنبر، وكل الناس اللي محتاجة لصلاة لبيوتها في اللحظات دي تعالوا قدام عند المنبر، عشان في خدام هيصلوا معاكم بطريقة خاصة. احنا كل اول اثنين في الشهر عايزين نصلي للاحتياجات الخاصة في وسط النهضة العظيمة، في وسط زمن الافتقاد. ربنا مهتم بينا كأفراد، ربنا مهتم بينا كعائلات في اسم يسوع. تحررنا عم تشفينا عم نعم، نعلن إيماننا لا تتغير لا تتأخر، نؤمن بك نؤمن بك. تحررنا عم تشفينا عم نعم، نعلن على الصليب رفع حملت اللعنة اللعنة أكمل الشيطان صحب مجدا لك مجدا لك مخلصي زبع على الصليب رفع حملت اللعنة اللعنة أكمل الشيطان صحب مجدا لك نتدور ناحية بعض، كل أربعة نتدور ناحية بعض، وصلي من أجل البيوت اللي فيها مشاكل، صلي من أجل بيوت منتظرة رجوع أولادها للمسيح، صلي من أجل زوجات منتظرة رجوع أزواجها، أزواج منتظرين رجوع أزواجهم، صلي من أجل علاقات مكسورة إن العلاقات دي تتشفي. خلونا كل أربعة خلونا نتدور ناحية بعض وصلي من أجل البيوت دي، من أجل بيوت إخواتنا اللي موجودين هنا قدام، ومن أجل بيوت كتيرة، ناس كتير معانا عبر شاشات التلفزيون، وانت في بيتك وانت في بيتك صلي واطلبي، اطلبي الرب وقولي له يا رب شفاء لبيوت كتيرة، شفاء لعلاقات كتيرة مكسورة في اسم يسوع المسيح. خلونا نرفع صلوات، خلونا نرفع صلوات قدام الرب. خلونا كل أربعة نتدور ناحية بعض، اقفوا اقفوا كل أربعة وتدوروا ناحية بعض. خلونا نقول له يا رب انت الصانع الايات والعجائب وحدك يا رب، حتى لو مشكله بقالها سنين يا رب، حتى لو الجرح بقاله سنين، انت اللي تيجي على الجرح ده يا رب، انت اللي تطلق غفران يا رب في البيوت. صلوا صلوا، خلونا نقول له يا رب اشفي القلوب من الاساءه، اشفي القلوب يا رب من الجراح، اشفي القلوب من المراره يا رب،
يا رب قلوب أزواج وزوجات تتشفي من المرارة يا رب، تتشفي من المرارة، وإطلاق لغفران، إطلاق لغفران وشفاء يا رب. أنت ترجع المحبة الأولى في البيوت يا رب، للمحبة هربت منها، اللي ساد يا رب البرودة، اللي سادت مرات البغضة، رجع المحبة الأولى يا رب، رجع المحبة الأولى. تعال بشفاء يا رب لعلاقات مكسورة، تعال لبيوت يا رب أزواج وزوجات رافعين قضايا طلاق يا رب في المحاكم. أنت يا رب تصنع معجزات في البيوت دي، أيوة القضايا دي تبطل والبيوت دي ترجع تتبني تاني. نتنبأ يا رب على البيوت يا رب، نتنبأ عليها يا رب كل محاولات عدوك للهدم تبوء بالفشل، ونتنبأ على البيوت للبناء لمعرفة يسوع، لحضور يسوع يا رب. بيوت كتيرة في مشاكل، نفتح أبوابها وشبابكها لحضور يسوع. يسوع يملى البيوت، يسوع يملك القلوب، يسوع يسيطر على الأب والأم والأولاد. رجوع يا رب الشباب ليك يا رب، رجوع ناس يا رب في سن المراهقة ليك يا رب. تعالى تعالى بمعجزات يا رب، تعالى بمعجزات. ستات كتير ركعت قدامك وبكت قدامك، وانت اللي جاي طيب قلبها، قد سمعت صلاتك، قد رأيت دموعك، طري الاستجابة، طريات القديرة وهي بتمتد لبيتك. انا شفت صلواتك، انا شفت اصوامك، اصوامك وصلواتك صعدت كبخور امامي. انا جاي اشفي بيتك، انا جاي ارجع جوزك ليا، انا جاي افتقد حياته، انا جاي اقطع العلاقات الآثمة في البيت دوت، انا جاي اطهر، اطهر من النجاسة ومن الشهوة ومن الخيانة. انا جاي بدمي على العتبة والقائمتين، انا جاي بدمي غطي البيت دوت. القلوب تتطهر، الاجساد تتطهر، النفوس تتطهر. نشكرك يا رب، نشكرك، نشكرك. وازواج يا رب صرخوا لك وقالوا لك يا رب مراتي ترجع البيت تاني، يا رب انا بتاسف يا رب قدامك عشان كل اللي عملته، انا بتاسف عشان الاهانات يا رب. يا رب ازواج يا رب يقفوا قدامك بتوبه حقيقيه، وزوجات يقفوا بتوبه حقيقيه، ازواج يا رب يتوبوا على ايديهم اللي اتمدت يا رب على زوجاتهم يا رب، على الكلمات التي لا تليق اللي خرجت من افواههم، يتوبوا امامك ويعتذروا ويتضعوا يا رب. وزوجات يا رب تتضع وتعتذر عن كل إساءة. تعال بعمل معجزي، غطي البيوت بعملك المعجزي يا رب، غطي البيوت بعملك المعجزي في اسم يسوع المسيح. شفاء، شفاء، شفاء يا رب، شفاء يا رب. هللويا لاسمك، هللويا لاسمك يا رب. تعالى تعالى رب لبلاد في الصعيد يا رب، يا رب ستات اتقهرت فيها، ستات مقهورة يا رب في اسم يسوع، في اسم يسوع. ترجع الكرامة وأزواجهم يدولهم كرامة من جديد يا رب في اسم يسوع، في اسم يسوع يا رب. كل سفينة، كل بيت الرياح قامت عليه يا رب، وعدوك هب برياحه عليها يا رب، انت النهاردة تأمر الريح، انت النهاردة تأمر البحر انه يتراجع، تأمر الأمواج انها تتراجع ويصير هدوء عظيم في اسم يسوع، في اسم يسوع. خلونا نوقف واحنا بنقول له يا رب انت وضعت للبحر حدا، وضعت للبحر حدا، كل عواصف وامواج من العدو يا رب على البيوت تتراجع في اسم يسوع المسيح يا رب، يا رب ويصير هدوء عظيم. السفن دي يا رب، البيوت دي مش هتغرق علشان انت اللي جاي تزورها يا رب في اسم يسوع. امين. قادر من مثلك، عظيم في خلاصك، تدفع أعداءنا بنفخة من فمك. قادر من مثلك، عظيم في خلاصك، تدفع أعداءنا بنفخة من فمك. هللويا، وضعت للبحر حدا، في وسطنا سور نار حولنا، أنت ترس عوننا وسيف عظمتنا. أنت كفي وسطنا.
للمرضى في الجسد بطريقة خاصة. عايزة كلنا في نفس واحد نرفع صوتنا قدام الرب ونقول له رب في الأيام دي، في أيام البركة، في زمن البركة، باب الشفاء الجسدي يتفتح على مصراعي يا رب. باب الشفاء يتفتح على مصراعي، نرى رب شفاء من كل مرض، من كل أنواع المرض. خلونا كلنا في نفس واحد، ارفع صوتك، ارفع صوتك، ارفعي صوتك. خلونا كلنا في نفس واحد نطلب انه في ايام الحصاد ديت الرب يؤيد كلمته بالايات والعجائب، نرى شفاءات عظيمة في اسم يسوع المسيح. صلي صلي وانت في مكانك، ارفعوا ايديك وانتوا بتصلوا الطلبة ديت، ارفعي ايدك وانت بتصلي الطلبة ديت في اسم يسوع. يا رب احنا بنشكرك يا رب، يا رب احنا عارفين انه ده زمن البركة، احنا عارفين يا رب انك انت رب في زمن الحصاد تؤيد يا رب كلمتك بالآيات والعجائب. يا رب يا رب احنا جايين يا رب نسأل انه باب الشفاء اللي طرقنا على ابوابه لسنين طويلة يتفتح على مصراعي يا رب. مرضى كثيرين يا رب، مرضى كثيرين يا رب، واخواتنا يا رب قبلينا يدخلوا من الباب دوت. ايوة الكانسر يهرب من الاجساد، ايوة رب نورك تشوف العيون، عينين تتفتح يا رب وترى النور. يا رب تأتي يا رب على رب يا رب اجساد يا رب بقالها بتغسل الكلى بقالها سنين، وتأمر يا رب بالشفاء في اسم يسوع المسيح. العرج يمشون، العم يبصرون، الموتى يقومون في اسم يسوع. أيد الكلمة، أيد الكلمة يا رب، وفي كل محافظة، في كل محافظة فيها نهضة يا رب الأيام الحصاد، شفاءات بلا حدود يا رب، اختبارات بلا حدود في اسم يسوع المسيح، في اسم يسوع، في اسم يسوع. عشان كده كل شخص وسطينا مريض وعايز اخواته يتحدوا بيه ويصلوا علشانه، او لو انت في حد قريب منك قوي ومحتاج انت والاخ ده تتحدوا بيه في الصلاه، تعالوا قدام، تعالوا قدام. ناس اللي محتاجه صلاه للشفاء، محتاجه تصلي لناس، او محتاجه تصلي لناس اعزاء جدا على قلبها، تعالوا قدام عشان اخواتنا يتحدوا بيكم. وعايزه اطلب من الناس اللي عبر شاشات التلفزيون، لو انت مريض اقف دلوقتي قدام ربنا، حط ايدك مكان المرض، حط ايدك مكان المرض وقول له رب انت الرب الشافي، انت الرب الشافي. اعلن ايمانك، اعلن ايمانك ان هو يقدر، ان هو يقدر. اعلني ايمانك ان هو يقدر. قول له رب انت يهوى رفا، يهوى رفا، انت الرب الشافي في اسم يسوع، في اسم يسوع، في اسم يسوع. لمسة شفاء، مين؟ لمسة حياة تلمسني بإيدك، من أنت الإله. أنا عندي إيمان تشفي لي الآن، لو هلمس دولك من أنت الحنان. شفاء لمسة حياة تلمسني بإيدك، من أنت الإله. أنا عندي إيمان تشفي لي الآن، لو هلمس توبك من أنت الحنان. Thank you.
شاشات التلفزيون يا رب في اللحظات دي يا رب واقعين في عرضك يا رب. انا بشكرك عشان الاخت اللي حاطه ايديها على ركبها وبتقول لك يا رب رجع لي يا رب، رجع لي يا رب القوه في ركبي اقدر اقوم وامشي واخدم اهل بيتي يا رب، واروح يا رب تاني الكنيسه والاجتماعات يا رب. يا رب انت اللي تيجي تلمسها يا رب، لمسه شفاء يا رب، يا رب لمسه احياء يا رب، لمسه قوه يا رب. مبارك اسمك، مبارك اسمك يا رب. ونشكرك عشان اخونا اللي حطت ايديه يا رب على عينيه في اللحظات ديت يا رب، يقول لك يا رب عيني يا رب ترجع تفتح تاني، عيني اللي ضعفت ويا دوبك يا رب بشوف بالعافيه. يا رب انت اللي ترجع لي البصر زي ما رجعته لبرتيماوس، زي ما رجعته للمولود اعمى. يا رب نشكرك، نشكرك عشان العينين اللي تفتح يا رب. هللويا لاسمك، هللويا يا رب. والامهات الواقعين في عرضك في اللحظات ديت من اجل ولادهم اللي بتقول لك يا رب ابني يا رب، والاوتيزم اللي ضغط بيه على الدكاتره، انت اللي تيجي تحط ايدك يا رب على الولاد دولك. الام اللي بتقول لك ابني يا رب السكر وغيبوبه السكر، يا رب انت اللي تحط ايدك على الولاد دولك. نشكرك من اجل اطلاق، اطلاق يا رب من الاوتيزم. نشكرك من اجل شفاء لجوفينايل ديابيتس يا رب. هللويا يا رب لاسمك، هللويا هللويا يا رب، هللويا يا رب. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. هللويا يا رب. اشفيني من الشهوة ومن الخطية، اشفيني احتاج لك يا فدية، اشفيني 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 من كل ضعف فيا، اشفيني محتاج لك يا الخطية، اشفيني محتاج لك يا فدية، اشفيني اشفيني اشفيني. اشكرك يا رب كمان في اللحظات ديت من اجل زيارات يا رب لشباب يا رب في الانتنسيف كير بطريقه خاصه يا رب. يا رب انا بشكرك يا رب لانه الشاب دوت الأهل عمالين يصرخوا يا رب أمامك يا رب. الشاب ده أنت تضع يدك عليه من هامة الرأس لباطن القدم،
مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك، لانه نفس الدكاترة يا رب يتفاجئوا من اللي انت صنعه يا رب معاه يا رب. هللويا يا رب لاسمك، لانه يقوم يا رب. انت توعد اهله النهارده انه يا رب يقوم يا رب، ويقوم من على الفنتيليتور ويرجع للحياه، يرجع يا رب للحياه الطبيعيه يا رب. مبارك اسمك، مبارك اسمك، لان القلوب يا رب تمتلئ بايمان في اللحظات ديت، لان قلوب يا رب ايمانها خار يا رب. احنا بنشكرك عشان ناس انتظرتك لسنين طويله يا رب من اجل ولادها بطريقه خاصه، وقلوبها خارت يا رب. انت النهارده ترجع تضرم القلوب دي بالايمان يا رب، ترجع تضرم القلوب دي بالايمان يا رب. مبارك اسمك يا رب، والصراخ يعلو يا رب، وانت تاتي بالاستجابه. هللويا يا رب لاسمك، هللويا ليك يا رب، هللويا 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 يا رب. لانه بيوت يا رب ده الاختبار اللي تختبره يا رب، انك تعوض عن سنين اكلها الجراد يا رب، سنين اكلها الجراد في امراض نفسيه يا رب، في امراض شلل يا رب، يا رب سنين اكلها الجراد يا رب. البيوت دي تمتلئ بالفرح في اسم يسوع، في اسم يسوع. هللويا 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 يا رب. مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك، اشكرك. انت اقوى، انت اعظم، انت حي، انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت اقوى، انت اعظم، انت حي، انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت مش للذكريات او لمجد راح وفات او لفرح هنكمل صلاة للتحرير، هنكمل صلاة للتحرير، بس عندي إعلان مهم جدا قبل ما نطلع من الهواء. كل الناس اللي في المحافظات اللي مستنين مؤتمر الصلاة، مؤتمر الصلاة من يوم 26 ل 28 مارس، كل الاستمارات هتبقى موجودة يوم الجمعة اللي جاية، موجودة هنوت في الكنيسة. كل الناس اللي مستنين المؤتمر دوت، مستنين الاستمارات بتاعته، من فضلكم تعالوا يوم الجمعة اللي جاية، الاستمارات طول اليوم موجودة. الناس اللي هتروح بالأوتوبيس هيبقى رايح جاي بستين جنيه، الفرد لما يكون راكب العربية هيكون 25 جنيه. خلونا نكمل صلاة، خلونا نكمل صلاة. كل القيود، كل اللي ربط بالعدو اي حد فينا او اي حد حوالينا، خلونا نعلن هذا الاعلان ان ابليس مغلوب، مغلوب. ارفع ايدك، ارفع ايدك كده هوت عشان تقول ابليس مغلوب، مغلوب. ده اعلان واضح مكتوب في يسوعنا. بنعمل ايه؟ بنتحداه. حد جواه مش قادر يتحدى؟ حد مش قادر يتحدى ابليس؟ مش بقوتي ولا بسلطاني ولا بحاجة خالص، لكن بقوة مين اللي فيا؟ قوة يسوع. أنا جاي لك بقوة رب الجنود. داود لما جه يحارب جوليات قال له إيه؟ قال له أنا جاي لك بقوة رب الجنود يحبسك
الرب في يدي فأقتلك وأقطع رأسك وأجعل جثتك طعاما لطيور السماء. لو أنت النهاردة مهزوم، لو أنت النهاردة مغلوب، لو النهاردة إبليس واخد أي سلطان على حياتك، قل له النهاردة يحبسك الرب في يدي فأقتلك وأقطع رأسك. أمين. إبليس مغلوب مغلوب متحارب. لو انت متحارب، لو انت لسه مقيد، تعال اطلع قدام. كل الخدام موجودين، لسه موجودين. النهاردة عمل عظيم ليسوع في وسطينا. النهاردة بقوة دم يسوع النهاردة كل القيود تنكسر، النهاردة كل الاعمال تنكسر، النهاردة كل حد مقيد بامور نجاسة او بشهوة او باي شيء، تعال هنصلي لك. وصدق النهاردة انك انت النهاردة تخرج من محضر الرب حر، حر في المسيح يسوع، حر في المسيح يسوع. اتكلم بالحرية، قول له يا رب النهاردة حرية، قول له يا رب أتنبأ على حياتي بالحرية، أتنبأ النهاردة على حياتي بالحرية وعلى حياة إخواتي النهاردة بالحرية في اسم يسوع المسيح، في اسم يسوع المسيح. مد إيدك يا رب النهاردة. مفيش حد مقيد النهاردة في وسطينا، النهاردة مفيش حد مقيد في وسطينا. نعلن سلطانك يا ابن الله، نعلن سلطانك. لو انت جواك عدم غفران، لو انت جواك عدم غفران ومانع، مانع ايد الرب لحياتك النهاردة، قول له يا رب النهاردة انا عايز اغفر، انا مش عارف اغفر بس عايز اغفر، مد ايدك لي عشان اعرف اغفر النهاردة. يا رب حررني، حررني من العبودية القاسية، حررني من الارواح الشريرة، حررني من القيود، حررني من كل سلطان للعدو على حياتي، اللي رابط بيتي، اللي رابط حياتي، اللي رابط شغلي، اللي رابط علاقاتي. النهاردة دم يسوع المسيح النهاردة يكسر كل سلطان للعدو في حياتي باسم يسوع. هللويا. كسر بسهام العدو عظمة الانتصار حسنا
دم يسوع غالي وثمين. عدو الخير يقدر يشوف دم يسوع؟ ها؟ كل واحد يقول للعدو النهاردة بيني وبينك مين؟ دم يسوع. ارفع ايدك كده هوت. قول له بيني وبينك يا عدو كل بر دم يسوع. بيني وبينك دم يسوع، دم يسوع، دم يسوع يغطيني، دم يسوع يحامي عني، دم يسوع يسترني، دم يسوع بيني وبينك يا عدو كل بر انت مكانك تحت رجلي، لان دم يسوع يديني القوة وبسلطان دمه النهاردة مكانك تحت رجلي يا عدو كل بر. لو العدو مش تحت رجليك النهاردة ارفع ايدك دوت وقول له يا رب النهاردة انا بحتمي بدمك، النهاردة انا بحتمي بدمك يا رب، النهاردة انا بحتمي بدمك، دمك النهاردة يحميني، دمك يسترني ويسر بيتي، يسر مراتي ويسر اولادي ويسر حياتي ويسر علاقاتي ويسر كل مكان بتحرك فيه. انت الهي، انت الهي، دم يسوع غالي وثمين. دم بيعلن انتصارات وبيسحق راس الحياة، دم بيعلن انتصارات وبيسحق راس الحياة، دم بتعلى للهتافات وغني بسرور وآلام، دم يسوع غالي وثمين، دم بيشفع في الملايين، دم بيشفي روح وأنين، دم بتشهد عنه سنين، دم دمك ترفع على نفسك على كل مكان، دم دمك ترفع على نفسك على كل مكان، نعلن انك رب سلام، نعلن ملك بني طلبات الصلاة اللي اترفعت هنا هوت. انا شايف في ورقتين في السبت دوت، الورقتين دول المفروض في الاستجابات. شكرا للرب لاستجابة الصلاة اليوم. أعلن براءة بشوي عظيم، هو أمر، هو الرب وحميد جدا. ده غالبا الأخ اللي احنا صلينا له قبل كده هو. خلونا نرفع ايدينا كلنا على الطلبات الصلاة المرفوعة ديت ونتحد بالأسيس سامح حنا وهو بيصلي للطلبات ديت وبيصلي الصلاة الربانية. لما نصلي عندي شويه اعلانات سريعه. فاكرين كان في اخ بنصلي له في الخليج بقالنا شهور كده والقضيه بتاعته الحق القاضي حكم بالبراءه والحق ظهر، فنشكر الرب ان الرب يستجيب الصلاه. شهور شهور بنصلي والرب استجاب وبعت رساله وقال ان الرب استجاب والامور كلها زي الفل. النهضه من يوم 6 ليوم 8، الجمعه 6 مارس 10:30 ل 12:30 الخدمه الاولى، خدمة تانية من 1:30 3:30. أرجوك ما تجيش تحضر، لو هتيجي تجيب ناس جديدة معاك، اللي يجي ما يجيش إيديه فاضية. الجمعة بالليل الساعة 6 للساعة 8 للشباب كمان نحب نشوفهم.
السبت 7 مارس من 7 ل 9 بالليل، الاحد 8 مارس من 7 ل 9 بالليل. وصلي للناس اللي بتدعيها واللي عايزها تيجي معاك بالاسم، ان الرب كده ينور في الذهن وفي القلب الايام دي. الكنيسه بتعلن عن مؤتمر الصلاه من 26 ل 28 مارس في بيت الوادي، وزي ما سمعنا من سامي التذاكر هتبقى موجوده من يوم الجمعه. الاحباء اللي بيرغبون يكملوا صلاه من اجل الشفاء في قاعه ابراهيم سعيد في الدور العلوي بجوار الجاليري، والاحباء اللي حاسين لسه عندهم قيود وعندهم خطايا مسيطره عليهم مش قادرين يتخلصوا منها، القاعة السفلية في الساحة الخارجية في طريق خروجنا. مستشفى أمون بتعلن عن وجود الأستاذ الدكتور ماجد توفيق استشاري البطنة والكلى. المواعيد الجمعة الأولى من شهر مارس هتكون 6/3، والجمعة الأولى من كل شهر. هنبدأ من الجمعة اللي جاية 6/3، وأول جمعة في كل شهر الأستاذ الدكتور ماجد توفيق هيكون موجود. اجتماعات الكنيسة الجمعة الصبح من 10:30 ل 12:30 ومن 1 لـ 3، اجتماع اعدادي من 11 لـ 1، اجتماع ثانوي وجامعه من 6 لـ 8، وفي مدارس احد في الاجتماعات يوم الجمعه ويوم الاحد مساء. صباح الاحد من 11 لـ 1، مساء الاحد من 7 لـ 9، اجتماع الصلاه يوم الاثنين، اجتماع السيدات يوم الخميس. خلينا كنا نتحد بالصلاه من اجل اخواتنا، واحنا بنثق ان احنا بنكلم اله حي موجود بيسمع الصلاه بيصنع الآيات والعجائب. مد إيدك على الطلبات دي كلها كده وإحنا بنصلي. يا رب إحنا بنشكرك لأنه لا يعصر عليك أمر. إحنا مصدقين فيك يا رب، مصدقين فيك، مصدقين في قدرتك وسلطانك وقوتك. أنت اللي بكلمة شفيت، وأنت اللي بلمسة شفيت. قول كلمة الليل يا رب لكل اسم موجود هنا، ولكل واحد بيتفرج علينا على الشات التلفزيون وحاطط إيمانه وثقته فيك يا رب. إحنا مصدقين يا رب إن عندك سلطان بيشفي، بيشفي وبيحرر وبيكسر القيود يا رب. احنا بنصلي من اجل كل الامراض الجسديه والامراض النفسيه والاحتياجات الماديه والناس اللي في ضيقات يا رب ومظلومين. اصنع امر جديد يا رب يمجد الاب والابن هذه الايام، مش بس ايام حصاد يا سيدنا الرب، لكن ايام للايات والعجائب يا رب. عصر الرسل يرجع مره تاني يا رب، عصر الرسل يرجع مره تاني في كنيستك وفي بيتك. احنا بنحط ولادك وبناتك بين ايدك كما لخالق امين في عمل الخير. اسمعنا واحنا ندعوك في الشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للذنوبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، ونعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، شركة الروح القدس تكون معنا وتدوم فينا من الآن وإلى الأبد آمين.